يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. النهارده حلقه مهمه جدا وخاصه جدا، وخصوصا ان احنا في اخر حلقات هذا البرنامج من عام 2018، عام اكيد كان مليء بالاشياء المفرحه لجمهور النادي الاهلي، وايضا كان في بعض المناسبات الحزينه بالنسبه للاهلاويه وبالنسبه للكره المصريه بشكل عام. لعل ابرز حدث في 2018 وتأهل منتخب مصر لكأس العالم أخيرا بعد غياب 28 سنة. بالتالي النهاردة آخر حلقات الأهلي الليلة، بعد كام ساعة إن شاء الله ندخل في السنة الجديدة سنة 2019، وتكون سنة سعيدة بإذن الله على الكرة المصرية وجماهير الكرة المصرية بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص، اللي بنتمنى وبنأمل بشكل كبير جدا في تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، وبالتحديد كمان مش بس كرة القدم، لا كل الفرق داخل النادي الأهلي، كل الألعاب الرياضية داخل النادي الأهلي. إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا. النهاردة إن شاء الله هيكون معنا فقرتين مهمين جدا، من خلال أنا هكون متواجد معاكم إن شاء الله في الفقرة الأولى، والفقرة الثانية هتكون مع طبعا زميلي العزيز أكيد كابتن خالد العوضي، اللي هيستضيف كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنسبة للنادي الأهلي، والحديث عن إنجازات النادي الأهلي بالتحديد في النشاط الرياضي. لكن الفقرة الأولى والمهمة جدا 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 هنستضيف فيها الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ محمود صبري، اللي منورنا ومشرفنا في الاستوديو. أستاذ محمود أهلا بيك. نورنا. كل سنه وانت طيب، ان شاء الله يكون عام سعيد يا رب. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا خليك تمام. خلينا في البدايه نروح نشوف تقرير عن انجازات الاهلاويه في 2018. لسه التقرير مش جاهز. طيب اول ما يجهز نروح نشوف تقرير. استاذ محمود، في البدايه عايزين ناخد رؤيتك لعام مضى بالنسبه للنادي الاهلي بالتحديد في 2018، رايك ايه في مسيره النادي الاهلي في هذا العام؟ لا طبعا في البدايه بالنسبه للنادي الاهلي انا شايفه عام حزين من وجهه نظري، يعني حزين. طبعا حزين، لا يعني من وجهه نظري اهم شيء هو كان لفت للنظر هو خساره بطوله افريقيا في ظروف غامضه، ده العام الثاني على التوالي. ما حدث في بطوله افريقيا هذا العام يحتاج بامانه شديده من مجلس اداره النادي الاهلي، اللي انا برضو يعني حزين ايضا على صمته تجاه تجاوز الاتحاد الافريقي ومسؤوليه ضد فريق الكوره الذي بات هدفا لكثير من الجهات للنيل منه بشكل او باخر. لكن في خطوات على فكره من مجلس اداره النادي الاهلي في اتجاه هذا الموضوع. اتمنى يعني أنا خطوات حتى الان لم نشهد بها، اتمنى يبقى في خطوات سريعه تم ارسالها الاتحاد الافريقي على فكره مؤخرا، وده يمكن معلومه ممكن النادي الاهلي ما اتكلمش فيها بشكل رسمي، لكن على ارض الواقع يعني خطوات بتحصل من قبل النادي الاهلي في اتجاه استرداد حقوق النادي الاهلي في طبعا الحدث بالتحديد في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي. اتفضل استاذ محمود. طبعا خساره بطوله افريقيا ده يعني تلا مباشره خساره النادي البطولتين، يعني السوبر الافريقي ومونديال الانديه، وما ترتب عليها من يعني اضافه للهدف الاكبر والاسمى هو الحفاظ على تواجد الفريق في قائمه الاكثر تتويجا بالاضافه الى كثير من يعني الدعم المادي والادبي والحفاظ على ما تحقق في السنوات الماضيه. خساره بطوله افريقيا انا مش عاوز اقول انه تم بفعل فاعل، لان الرؤيه واضحه للجمهور الاهلي وجمهور الاهلي وجمهور الكره بصفه عامه اسمى في تصرف غريب كان من الاتحاد الافريقي ومش مفهوم من وجهه نظر ايه اللي حصل، انه يبقى في قرارات سريعه جدا ضد يعني ازاره بصوره مفاجاه، على العكس تم مهاجمه اتوبيس الفريق في تونس واصابه احد لاعبي النادي الاهلي وكان شيئا لم يحدث، اتهام مستر باتريس كارترون بالتواطؤ. طبعا امور تم اعدادها بشكل اكثر من رائع، تم حبكها بسيناريو يعني استغل فيه الادب الزائد للمسؤولين في النادي الاهلي للمصري بشكل عام. احنا للاسف عندنا يعني بص في حاجه كده غريبه، لانه لو كان ما حدث لاحد لاعبي فريق الترجي في القاهره ما استعرض اصيب ما كانت قيمه المباراه وما كانت لعبته وكان تم حسم اللقب مبكرا. بالظبط. لكن احنا للاسف احنا طيبين جدا على فكره، وبننسى جدا وبنعدي المساله عشان احنا بنلعبها يعني بنلعبها يعني صحيحه وسليمه، فما فيش اللعب اللف والدوران. دول اساتذه متخصصين يعني ما كامل احترام، وبحييهم على اللي عملوه من طريق البشماوي وانت نازل واحمد احمد كلهم يعني.
ده انا شايف انه ده اهم حدث من وجهه نظر جماهير الاهلي واثر فيها جدا. مش الفوز بالدوري، يعني دوري 2018 كان النادي الاهلي حسمه قبل نهايته بست اسابيع، لكن الهدف الاساسي كان بطوله افريقيا، ان تعود الى منصه التتويج بعد غياب من 2013 خمس سنوات متتاليه، وانت بتاعت كلما تقترب يتم ابعادك. في المغرب حدث وادارها بكاري جسامه رائعه زي ما بيقولوا يعني، والان يعود برضه نفس الشيء. طب الهدف من ابعاد النادي الاهلي عن البطوله دي يا استاذ محمود ايه من وجهه نظرك؟ لا، في احساس لابد من كسر السيطره. كسر السيطرة طبعا، وده هدف لمين؟ هدف لانديه الشمال يعني المغرب وتونس والجزائر، ويمكن واضحه المغرب وتونس، وايضا لمازيمبي. لازم تاخد بالك من مازيمبي، ان مازيمبي جاي وراك. مازيمبي خمس ألقاب ماشي، خمس ألقاب مع الزمالك خلاص. لكن مازيمبي تصريحات رئيسه من فتره، من سنه او من سنتين، ان عقودته هو الاهلي، وانه جه الوقت اللي لازم يتم كسر هذه السيطره وكسر هذه الزعامه الواضحه بهذا الاداء اللي كان مميز بالنسبه للفريق الاهلي. خليني اكون في موضع الدفاع بالنسبه للاتحاد الافريقي مثلا، واسال حضرتك سؤال. الزمالك وصل نهائي كاس او دوري ابطال افريقيا في 2016 15 16. تمام، وخسر هذه البطوله. ما هو الزمالك يعني مش عنده سيطره كبيره على البطولات الافريقيه، هو برده خمس القاب. هل برده ده اتجاه من الاتحاد الافريقي لكسر الهيمنه المصريه بشكل عام، ولا قصدك النادي الاهلي؟ نادي الزمالك خسر فنيا في جنوب افريقيا امام صن داونز، يعني نتيجه 3-0 كانت نتيجه كبيره جدا، صعب جدا تعوضها مع فريق وصل لقمه مستواه. والزمالك كان بيتحسس طريقه انه بيسترد، عاوز يسترد مكانه، لكن لم تكن امكانياته وقدراته تؤهله لايه؟ للوصول لهدف. كان هدف واحد كفيل للزمالك في مباراه الذهاب انه ممكن يفوز. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ مش عايز اقول تخطيط، لكن الذكاء في التعامل وسرعه القرار واتخاذ قرار بحدث حكم المباراه ما طردش ازاره على الواقعه. تيجي انت تعمل قرار من الخارج بصوره غريبه جدا وتستغل فيها، وسريع جدا، وسريع جدا، وتوجه الاتهامات وتضع الفرقه تحت ضغط وتعمل كل الارتباك ده، والاتوبيس بتاع الفريق ولاعيب اساسي في الفرقه يصاب ويسال دمه، وانت بتتفرج وتقول لجنه الانضباط ولجنه اللي هتجتمع، ولا كانه حد سال، ولا تم اتخاذ اي قرار. احنا يعني للدرجات الامور يعني اصبحت بالنسبه لنا شايف انه ده كان اكثر حدث مهم يعني ايه كان له اثر سلبي على جماهير الاهلي في الموسم المنقضي، لانه ترتب عليه يعني توابع ثانيه، منها كمان الخروج من البطوله العربيه. بالظبط، لان انت تاثرت نفسيا خلاص يعني. حجم في يعني مش عايز اقول ايه، في سوء حظ كمان في تكرار، عندك 11 اصابه يعني 11 لاعب مصابين هم التشكيله الاساسيه للفريق، يعني في ضغط واقع بصوره او باخرى. لكن هل ده مبرر؟ كان مبرر لانه الاهلي يخسر بطوله افريقيا؟ لم يكن مبرر من وجهه نظري. انا كنت اتمنى طبعا انه لعيبه الاهلي يستخدموا الروح السلبيه اللي تم التعامل معاها، ان هم يكون شكلهم في الملعب افضل من كده. طب المبرر من وجهه نظرك ايه؟ قبل ما نشوف المبرر من وجهه نظر حضرتك في خساره النادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا، خلينا ناخد خبر عاجل وهو خاص بعقوبات ماليه على النادي الاهلي وفريق الداخليه بعد المباراه طبعا الاجريت مؤخرا، انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. قررت لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم في اجتماعها اليوم توقيع غرامه ماليه على النادي الاهلي قيمتها 30,000 جنيه، منها 20,000 لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي ضد حكم مباراه فريقه امام الداخليه، و10,000 للاعتراض على الحكم في المباراه نفسها. كما قررت اللجنه توقيع غرامه ماليه على نادي الداخليه قيمتها 15,000 جنيه، منها 10,000 بسبب قذف الكرات داخل الملعب، ويمكن كان في تواطؤ شويه في هذه الجزئيه بتحديده، اول مره نشوفها في الملاعب المصريه، وكمان 5,000 جنيه لتسريب اعداد زائده من العدد المسموح بتواجده في المباراه. ده كان خبر عاجل برضو كنا لازم ناخده بخصوص مباراه الاهلي والداخليه السابقه. اتفضل يا استاذ محمود. الاسباب انه هذه الظروف اللي تم وضع فيها طبعا فرقه النادي الاهلي، طبعا
عاوز اقول انه اغلب العناصر عناصر الشباب واغلبهم اول مره يوصلوا لل يعني مش عاوز اقول اول مره يوصلوا للمباراه النهائيه. العناصر كانت موجوده في النهائي امام الوداد اغلبها كان غايب عن المباراه عناصر الخبره يعني خد من علي معلول اجاي عندك كمان تخسرت كمان كده كده عبد الله سعيد احمد فتحي عدت دي كلها موجوده في الملعب بيدي دفع فطبعا الظرف والاجواء اللي تم فيها النهائي مش اجواء كوره لكن في فرق يبقى عندها القدره ودي كانت احد مميزات الاهلي انه بيستطيع ان يحول هذه الروح السلبيه الى روح ايجابيه بالنسبه له بالظبط انها بتنقلب الى روح في ارض الملعب الاهلي فنيا في ارض الملعب لم يكن حاضر بالصوره ما كانش موجود في المباراه دي خلاصه الامر يعني مش عاوز اقول تعرضنا لضغوط وخسرنا وتم توجيه ضربات ممنهجه معنويه للفريق كان يجب على الجهاز الفني انه يستطيع ان يخرج الفريق من هذه الضربات لشيء لكن انت خسرت ابرز مهاجم عندك بالظبط كان المفروض البدايل في ظل طبعا اصابات كثيره جدا يعني ايه عاوز اقول ايه ما تمش الاعداد النفسي بالصوره المطلوبه من وجهه نظري والضغط على الفريق تم بصوره يعني شايفها كان ذكيه جدا والمباراه تم لعبها من القاهره تاني بعد ساعتين من نهايتها بالظبط دي حاجه يعني مش لعبه في لا اتلعبت من هنا بدليل القرارات السريعه لا وتم ادارتها بذكاء شديد جدا ونشارك فيها افراد وعناصر مصريين يعني يدعون الانتماء للاهلي بالظبط خلاص ده ابرز حدث يعني ده انا وجهه نظري انه ده حدث كان من الاحداث اللي هي من وجهه نظري صعبه على جمهور الاهلي انه يخسر بطوله افريقيا ما وصلش الاهلي مرتين في تاريخه للبطوله وخسرهم ورا بعض يعني يخسر خسر مره بيفوز الثاني ما حدث في بطولة افريقيا السنة دي يتوجب على إدارة الأهلي ومجلس إدارة الأهلي إنه يعيد ترتيب أوراقه. ويعيد ترتيب غير فرقة الكورة على المستوى لا ترتيب أوراقه وترتيب أدواته في التعامل مع الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي الآن يتم تغييره بصورة واضحة الميل واضح ناحية تونس والمغرب. الميل واضح وسيطرة واضحة جدا في ظل صمت غير مفهوم من هنا بريدة. غير مفهوم على الاطلاق طب ماذا عليهم ان يفعلوا سواء الاتحاد المصري لكره القدم او النادي الاهلي مثلا انا من وجهه نظري كنت اتمنى يبقى في قرارات سريعه اتحاد الكوره في تقديم مذكره اعتراض واضحه على ما حدث اتاخر شويه يعني حتى لو كان الاهلي خسر البطوله كان يبقى في قرارات ردود واستفهامات موقف من الاهلي فرقه مش الاهلي مش قليل لا الاهلي اكثر فريق فاز بالبطوله والاهلي هو الاكثر بالزبط. وعمل شكل الكره الافريقيه في مونديال الانديه ما وصلش للفاينل زي ما زيمبي بعد كده او على الصعيد او الرجاء او كده لكن برضه هو الفريق اللي اخذ الاول خطوات انه خد ثالث العالم ثم غاب فترات متكرره دي ابعدته ونوع مع اعتزال الجيل الذهبي ليه وبدايه اي فرقه في العالم بتمر بمرحله طريقه التعامل مع اتحاد افريقيا فتح قنوات اتصال ما ينفعش الانغلاق على نفسك وترك الساحه لاخرين يتصدرون المشهد وانت في حاله صمت صمتك لن يفيد لابد ان يكون هناك تفاهم وسرعه في التعامل ومعرفه الاسباب الحقيقيه لهذا التغير يعني هل الكره بقت كده دلوقتي هي لازم يكون ليها علاقات قويه الكرة في الكره لا تلعب في المستطيل الاخضر فقط ونحن نعلم كده الكره ايضا تلعب خارج المستطيل الاخضر للاسف فعلى مجلس اداره النادي الاهلي ان يعي جيدا عليه ان يلعب خارج المستطيل الاخضر قبل ان يلعب فريقه داخل المستطيل الاخضر. طيب بالنسبه لداخل المستطيل الاخضر هل شايف ان النادي الاهلي خد خطوات ايجابيه في تكوين فريق قوي من خلال شهر يناير والتعاقدات اللي سمعناها مؤخرا والتعاقدات كمان اللي جايه في السكه؟ بص انا يعني شايف طبعا مجلس اداره مقدر الضغوط اللي عليه جمهور منتظر فريق بس عاوز اقول للجمهور الضغط بهذه الصوره وانه لابد ننجز البحث عن اللاعب الذي يملك عصا سحريه ليحول الاهلي الى فريق عالم امر ليس بالسهل ليس طبعا. يعني لن ياتي بين عشيه وضحاها طبعا وتجربه مانويل مع بناء فرقه الذهبيه للاهلي من يناير 2004 ثم اصبح الفريق متسيد لم ما جاش في ست شهور قعد ست شهور وخسر خرج من بطوله افريقيا من الدور الاول وبعد كده يعني لما تم اكتمال البناء كانت بدايه الانطلاقه من 2005 موسم ذهبي 2006 خساره النهائي في 2007 وعوده للعالميه في 2008 تالق في 2009 فاللي انا عايز اقول لم تعد تملك ابو تريكه وبركات وعماد متعب انت ما زلت تبحث صعب يعوضوا اللاعبين تبحث كمان هناك دخلاء على السوق الرياضي في مصر الان هناك منافسين شرسين
كل الهدف، الهدف واضح هو كسر عزيمة هذا الكيان بصورة أو بأخرى. حتى لو ادعوا حب، من الداعي من يقول أنه يحب كيان سواء الأهلي أو الزمالك ثم يحارب هذا الشك، هو لا يحب، هو يحب نفسه فقط. ثانيا قلة المواهب، نضبة المواهب في الملاعب المصرية بشكل واضح جدا. إذن في هذه الحالة عليك أن يكون أن تمتلك يعني خطط بديلة وتسير بخطط قصيرة لتدعيم فريقك للوقوف مع البحث عن مواهب في مختلف الأماكن وبسرعة، وتكوين كيان فني مهتم بالبناء من تحت. من تحت، من تحت. آه طبعا، لأنه إن دلوقتي مثلا النادي الأهلي دعم، مع كامل احترامي، دعم النادي الأهلي الخط الأمامي ونسي أهم جزئتين عنده. خط الدفاع في مشكلة واضحة محتاجة إلى سرعة لتدعيم على الأقل باثنين لعيبة. أيضا عندك مشكلة في وسط الملعب واضحة، يعني إصابات متكررة. خط الدفاع محتاج اثنين لعيبة مش حتى لعيب واحد؟ لا ده يعني هنقول، ما أنا بقول لك خد لعيب واحد دلوقتي، لكن المرحلة الثانية قدامنا يبقى عندك البحث عن واحد ثاني. أنت جبت مجموعة من العناصر الشباب، هياخدوا فرصة إمتى؟ لازم تديهم ثقة في مباريات، لازم تجهزهم، وده الكلام ده يتقال اكيد في الرؤيه لمارتن لاسارتي. في المقابل ما انا بكلم انا بكلم بقول لك ايه، وانت بتدي بالظبط، بتجيب عنصر خبره، خلي تاخد معاه واحد شاب في ماتشات تعده فيها تجهز. تمام. واقول لك كان بيتم الكلام ده مين بتوصل، كان بعد الاهلي يبقى عنده فرقتين جاهزين على دكه البدلاء، فرقه بتلعب وفرقه الثانيه اي لعيب يبقى جاهز بنفس السيستم. نص الملعب عندك مشكله، انت ما زال الاهلي بيدور على بديل. احنا يعني الاهلي ليه النهارده 3 سنين مش لاقي بديل حسام عاشور. طيب اعتزل حسام غالي، كلام كله منصب على انه ممكن محمد محمود يكون اضافه في الجزئيه دي. طب لكن ماشي، اين بديل حسام عاشور؟ في الدوري. طب ما كانش في الدوري، قطاع الناشئين اللي بتصرف عليه الملايين دي ما يطلعش لعيب، ما يطلعش اثنين. طب بس خليها برضه، ما انا بكلمك اهو، ما ثواني، انت محمد محمود ده كام سنه؟ ده من 97. صغير، محمد 20 سنه تقريبا. من 97 20 او 21. انت هنا بتبقى محتاج يا امير اللقطات دي اللي تمت، انك انت جبت العناصر الشباب دي من انديه انديه استثماريه وبتبحث وبتلمع وبتدي فرصه لانه ما عندهاش ضغط وما عندهاش البطوله، كل ده الكلام ده جميل جدا. وهدي الكوره وهو ده الفرق الكبيره ما عندهاش وقت تد، لكن انت طول عمر كان الاهلي بيدي فجاه كده يدي لك، يروح مطلع لك واحد واثنين 17 18 سنه تكتشف يلعب وسط الكبار يتعلم. انت محتاج تيجي تقف. طيب استاذ محمود، هل جمهور النادي الاهلي يقدر يتحمل انتظار لاعب علشان يتالق مع النادي الاهلي لو حتى هو من نتاج قطاع ناشئين؟ ده شك بتكلم فيه مع حضرتك. الشك الثاني، لو احنا بصينا على قوام فريق النادي الاهلي في الفتره الحاليه، هتلاقي في عدد كبير جدا من نتاج قطاع ناشئين في النادي الاهلي. وابتدينا بحراسه المرمى، شريف اكرامي، محمد الشناوي، خط الدفاع سعد سمير، محمد هاني، ايمن اشرف، دول برده لاعبين من قطاع الناشئين. في نص الملعب حسام عاشور من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ايضا مؤمن زكريا، عدد كبير جدا من اللاعبين متواجدين في النادي الاهلي، هشام محمد، برضو دول نتاج قطاع ناشئين في النادي الاهلي. لكن الفرق ايه؟ الفرق ان دول كانوا متواجدين في انديه ثانيه في النادي الاهلي، انتظر عليهم فتره كبيره. لا مش هو، لا احنا بنتكلم على مع المرحله الحاليه. كل اللي انت قلت عليهم دول قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وطلعوا بره وخدوا خبرات ورجعوا ثاني. ماشي. منهم ناس مع كامل احترامي لا تناسب وجودهم مع المرحله دي، المرحله صعبه جدا. مرحله بتحتاج بناء شخصيه، بناء شخصيه الاهلي. انت لازم يعني طول عمر الاهلي بيدور في في في, في لما كان بيتعاقد مع لاعب بيبقى حاطط عنده سيستم ماشي عليه. عارف ايه السيستم؟ كان دايما الاداره الفنيه للاهلي يقول لك واحد لاعب دولي. يعني لازم يكون لاعب منتخب بالظبط، شخصيته تتناسب مع تركيبه الفريق ولا لا، الواد لعب تحت ضغوط. ثانيا لاعب ما بيلعبش مركز واحد، بيجود اللاعب في مركز واثنين وثلاثة. وتلقى في عناصر كتير في الاهلي فيها الطبيعه دي، عشان دي مباريات وفرق وبيبقى في عندك ضغط. الكلام ده المفروض ده بناء اساسي في تكوين فريق بحجم الاهلي بطل. انا بتكلم على اللحظه الحاليه، مش بقول قطاع، انا بقول لك ايه، المفروض يبقى في جيل وقت انك انت سيستمك يبقى مرتبط ارتباط تام بالفريق الاول. في عندك فرقه اسمها 20 سنه،
او 19 سنه. 19 دي لازم تكون الممول، يعني لازم تكون تابعه للمدير الفني، يبص عليها في الاسبوع ولو مره. انت كيف الحاله دي؟ ايه دي مهمه ايه؟ ورابط مع نفس البنية. وتتمرن في الجزيره مش تتمرن في المدينه. كان بيتمرنوا كده في الجزيره. وبشوفهم الراجل دايما، يعني عاوز اقول لك ايه، لازم تعمل ماتشاتهم في الجزيره عشان الراجل يتفرج عليهم. تمام. وكان دايما، واللي نجحوا في التجربه دي، وبكرر كلامه وبعيده قلته قبل كده، الالمان كانوا اساتذه في صناعه البديل. طيب. من ايام هولمان وتسوبل كان دايما يبقى عندك في صف تاني جاهز، في صف تاني جاهز. طب احنا بنتكلم في مرحله تعتبر مستقبليه بالنسبه للنادي الاهلي، وما يتطلب من نادي الاهلي ومجلس ادارته في هذا الحوار الصريح جدا بصراحه مع استاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير. لكن في البدايه قبل ما نتكلم في المستقبل، خلينا نروح نشوف اهم انجازات الاهلاويه في عام 2018، نرجع نستكمل هذا الحوار شيق. عبر 107 أعوام لا يمر عام إلا وتدخل البطولات والكؤوس دولاب بطولات النادي الأهلي. ومع نهاية عام 2018 حقق أبناء الأهلي بطولات عدة. كرة القدم، درة تاج ألعاب الأهلي. فاز النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة 40 في تاريخه، مصحوبة بالعديد من الأرقام القياسية. هو الفريق الأكثر تحقيقاً للفوز بالمباريات في موسم واحد، والأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في تاريخ البطولة. كما فاز الفريق ببطولة كأس السوبر المحلي للمرة 10 في تاريخه من 15 مرة أقيمت فيها البطولة، واكتفى الأهلي إفريقيا بالوصافة للعام الثاني على التوالي. كرة السلة، على مستوى فريق الرجال فاز الأهلي ببطولة الدوري المرتبط مع بداية العام، ثم فاز ببطولة كأس مصر، وختم العام بالفوز بالدوري المرتبط مرة أخرى وللعام الثالث على التوالي. على مستوى فرق السلة للسيدات، نجح الفريق في تحقيق لقب دوري المرتبط وكأس مصر وبطولة دوري المنطقة ودوري السوبر في بداية العام، وفي نهايته كرر الفريق الفوز بلقب دوري المرتبط ودوري منطقة القاهرة لكرة السلة. الكرة الطائرة، كان الموسم أكثر من رائع. استعاد الفريق الأول للرجال لقب دوري الكرة الطائرة بعد غياب، وفاز أيضا ببطولة كأس مصر. كان اللقب الأكبر بتحقيق لقب بطولة إفريقيا لأبطال الدوري. لم تكن سيدات الكرة الطائرة بالأهلي أقل روعة من فريق الرجال. فزنا ببطولة الدوري العام كأس مصر، ختمنا إنجاز العام بالفوز ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري، لتحصد الكرة الطائرة بالأهلي كل البطولات التي شاركت فيها. حقق فريق كرة اليد للرجال لقب بطولة دوري المحترفين وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. كان سيدات اليد في الموعد، فحققنا الفوز ببطولات الدوري العام كأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. في هذه الألعاب الجماعية حققت فرق قطاعات الناشئين المختلفة العديد من الألقاب التي تخطت كل ما فازت به الفرق المنافسة، مما يبشر بمستقبل مزهر لفرق النادي بإذن الله. في لعبة تنس الطاولة، فاز رجال الأهلي ببطولة الدوري العام، ختموا الموسم بالفوز بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة رجال. كما حقق فريق تنس الطاولة لسيدات بطولة الدوري العام، ثم الفوز بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة سيدات. لم تكن لعبة التنس الأرضي بعيدة عن منصات التتويج، فاز أبطال النادي ببطولة الدوري للرجال والسيدات. في قطاع الكاراتيه، سيطر أبطال الأهلي على أغلب الألقاب، فشهد قطاع الكاراتيه
فوز النادي الأهلي بالمركز الأول للترتيب العام لمنطقة القاهرة في كافة المراحل العمرية وبفارق أكثر من 700 نقطة عن أقرب منافسيه. وفي بطولة الجمهورية حقق المركز الأول بفارق 300 نقطة عن أقرب منافسيه، وتوج النادي الأهلي بسبعة دروع من أصل 12 درعا لبطولات اتحاد الكاراتيه. في قطاع السباحة حقق الفريق الأول بطولات الجمهورية ومنطقة القاهرة الصيفية والشتوية رجال وسيدات، وصل إجمالي عدد الميداليات التي حصل عليها قطاع السباحة 1096 ميدالية متنوعة بواقع 508 ميدالية ذهبية و 288 ميدالية فضية و 300 ميدالية برونزية. كما شارك فريق سباحة بالنادي الأهلي في منافسات بطولة بلغاريا الدولية وحقق المركز الأول رجال وسيدات بواقع 20 ميدالية ذهبية ومثلها فضية و 14 ميدالية برونزية. لم تكن ألعاب القوى بعيدة عن الألقاب، فحصل نجوم الأهلي على 164 ميدالية متنوعة بواقع 65 ميدالية ذهبية و57 فضية و42 ميدالية برونزية، وفاز ببطولة الجمهورية لألعاب القوى. وفي ختام العام نتمنى بإذن الله تعالى استمرار الإنجازات ومضاعفتها لتحقيق آمال وطموحات جماهير النادي الأهلي في كل مكان. إنجازات أهلوية في 2018. طبعا زي ما شفنا في التقرير الرائع ده انجازات عديده للنادي الاهلي على مستوى الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، ان شاء الله نتمنى المزيد والمزيد من الانجازات بالنسبه للنادي الاهلي في العام الجديد عام 2019. والكل متشوق بامانه يعني لانجازات فريق الكره بالتحديد اللي غابت عنه فتره طويله جدا طول دوري ابطال افريقيا، الهدف الاساسي والاسمى واللي بيشتغل عليه دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكمان الجهاز الفني الحالي واللاعبين كله، طبعا هدفه الاساسي ان شاء الله هذا العام النادي الاهلي يقدر يحصد هذا اللقب الغالي والضال عنده لاعب بطولات النادي الاهلي لفترات كبيره. استاذ محمود، كنا بنتكلم عن مستقبل النادي الاهلي والفتره الجايه ايه المفروض يحصل بالنسبه للنادي الاهلي عشان ان شاء الله نشوف القاب كتير بالنسبه للفريق او بالنسبه للنادي ككل في 2019. ايه المطلوب من النادي؟ لا، ما هو زي ما احنا اتكلمنا ونعرج بقى على نكمل على الكلام. فرقه الكوره طبعا هي الاساس، لكن ده ما نقدرش يعني نتجاهل انجازات الالعاب الاخرى، لان هم برضو عندهم طموحات ومكملين. ومع فرقه الكوره خد فرقه اليد برضو اكيد، يعني فرقه اليد برضو محتاجه برضو وقفه مع التراجع وخسارتها في بطوله افريقيا، وفي خطوات تم اتخاذها مؤخرا يعني مدير فني اجنبي جديد. اعتقد برضو من الالعاب اللي محتاجه برضو وقفه في من جانب مجلس اداره، يمكن فرقه السله خدت الدوري المرتبط لسه الاسبوع اللي فات، ده خطوه كويسه. الطايره لسه طبعا الدوري. فرقه الكوره ده عنوان الاهلي، ده العنوان. طبعا الاهلي هو فرقه الكوره، يعني الاهلي مش نادي اجتماعي، لا الاهلي هو فرقه كوره القدم بتاريخها الكبير ده كله، هي الواجهه الخاصه هي الواجهه الحقيقيه يعني. فعاوز اقول لك انه محتاجه شغل، محتاجه شغل. الظروف صعبه، الظروف صعبه، انت لم تعد وحيدا في الساحه خلاص. هناك شركاء، شركاء متداخلون، هدفهم بمختلف الطرق، هدفهم مش هم ليسوا منشغلين بانفسهم، هم منشغلين بيك انت، منشغلين بالنادي الاهلي طبعا بصوره او باخرى. ومش بتفكر ازاي ينجح، هو بيفكر ازاي النادي الاهلي يفشل، ازاي افشلك، ازاي احطك تحت ضغط واصدر لك المشاكل. هو ده والكلام ده يتحط تحتيه كثير من الخطوط، مش الحمراء والزرقاء والصفراء والكلام ده، لا ده خطوط ويدرس. الهدف واضح وبين. طب ازاي يتم التعامل مع البطل؟ وبيتم بسلاسه كده وبمساعدات، يعني مش عاوز اقول لك
اخرين موجودين في الصوره ومجزر عارف واللي حوالين عارف والناس عارفه، فمحتاج انك انت مزيد من الشغل ومزيد من العمل من جانب اداره النادي ومجلس الاداره بصفه عامه. كمان القائمين على الكوره لازم يعرفوا حجم المسؤوليه اللي بتقع عليهم وتغذيه الروح اللي هي كانت الميزه الوحيده لفرقه الاهلي والمفروض الناس تبقى عارفه كده انها المفروض تستمر، هي روح روح الفريق من جوه. يعني عن يعني يقول لك ايه ده احنا جبنا هات بس تملكته روح الفرينه الحمراء. وروح الفرينه الحمراء اللي هي ايه؟ انك لا تقبل ان تكون صاحب مركز تاني. بالظبط. المركز التاني ده بالنسبه لك زي اي شيء. اتعودت ان المركز الاولاني في رقم واحد. بس لازم نعرف الكلام ده انه الرياضه مكسب وخساره. يعني عشان ما يبقاش في تطرف في المشاعر ونعم لا في فرق اقوى منك وفي ناس يعني عندها امكانيات وبتخسر مره واثنين، لكن كيف تستطيع ان تخرج من الخساره قوي؟ بالظبط. كيف ان تتعلم من خسارتك؟ راجع اللي حصل في البطولتين اللي فاتوا في افريقيا. لما تخسر تبقى واقف على رجلك. راجع انت في البطوله اللي فاتت 2017 خسرتها عشان خسرت البطوله هنا في استاد برج العرب. بالظبط. خلاص بالتعادل واحد واحد ماشي، وتم الاستهانة بفريق الوداد بعد الفوز الكبير الخادع على النجم الساحلي 6-2. 6-2 دي كانت فعلا سيئا على الفريق الاهلي، مع ان هي المفروض كانت تبقى دافعه. انا بكلمك ليه بقى؟ ادت يعني حفزت المنافس اللي جاي لك، حفزت المنافس اللي جاي لك واحدثت عندك نوع من الهدوء انك انت خلاص 6-2 الماتش الجاي خلاص 3-4. هل النادي الاهلي ساعه مباراه الوداد او عفوا بعد مباراه النجم الساحلي لما كسبنا 6-2 الجهاز الفني بالتحديد اتعامل غلط؟ لو تفتكر لا حصل كانه دايما. كانه وقتها الفريق خد البطوله. يعني الفوز ده انا بقول لك كان فاهم انك انت خلاص طلعت من بره المود ودخلت بطوله كده خلاص الماتش اللي جاي ده انا مخلصه 6-2 خايف وبتاع وانا اخلص، لكن ده جالك وايه وتعامل معاك وبختك وانت ما عرفتش تخلص. لما رحت في ملعبه اتفضل بعد مباراه 6-2 يعني عدد كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين طلعوا في الاعلام. ما انا بقول لك كانت هناك مبالغه زائده في الفرحه. كانت هناك ايه؟ مبالغه. هنا كان يتوجب على هنا في اللحظه دي كان يتم الغلق على الفريق. انا حضرت واقعه في 2001 كنت مرافق من خلال الجورنال بتاعي مسافر من فريق الاهلي في اول مره بعد الاهلي في 2001 استرد دوري ابطال افريقيا بعد غياب 14 سنه. بالظبط في اول ولايه لمستر مانويل جوزيه. كانت بطوله من البطولات الصعبه جدا طبعا، تم الاطاحه فيها في الدور قبل النهائي بترجي بهدف سيد عاقب سيد عاقب يعني هدف تاريخي، هدف تاريخي لا اتوقع. يعني كان قبل نهايه المباراه بحوالي 4-5 دقائق وكان كواليس الهدف ده رائعه بصراحه. ماشي. لما انتهت مباراة الذهاب مع سان داونز في ملعبه 1-1 وكنا في رمضان ودخلت ودخل الفريق جوه وحبوا يعملوا حفلة، مانويل جوزيه هنا وضع حدا تدخل انفعل. لا انفعل وقال ان البطولة ما انتهتش لسه في مباراة عودة في القاهرة، وكان يعني كان عنيف جدا حتى لا يتم اعتبار ان المباراة انتهت. سابهم شوية لكن دخل بوش مختلف تاني خالص ان المباراه ما انتهتش وان عندنا مباراه عامه. خدعنا يعني عاوز اقول ايه؟ خدع لاعبي الاهلي وجهازهم الفني بنتيجه 6-2. فكان نتيجتها ما حصل في مباراه الوداد لما يتم الاستعداد النفسي ليها بصوره سهلين. فريق الوداد جه جاهز جدا مركز قوي في المباراه وباغت وكان عنده التوفيق حليف والاهلي اضاع في مباراه الوداد في اول ربع ساعه لا يقل عن 3 اهداف. بالظبط بالظبط بخلاف الهدف أحمد اللي كان الشيخ ووليد ازارو والكلام ده. بعد ما حصل الكلام تراجع الاداء نسبيا، واللي في المغرب كان الهدف واضح والمباراه كانت متحزمه وهدف هيجي وتخلص الدنيا، وهو ما تم بكره الجسام ما كانش لو انت قعدت مننا 100 سنه كنتش هتاخد منه حاجه لو ضربه جزاء. يعني لو انت عملت له محضر برضه مش هيحسبها لك، مش هيحسبها. اجواء ملعب الملك محمد انت اللي منحت انت اللي منحت بايديك الكاس للوداد في المرتين ولا المره بس بتاعه الوداد؟ في المره الثانيه في بتاعه الترجي طبعا مع اختلاف الظروف ان عندك اصابات كتيره جدا ما اقدرش اتجاهلها اثرت على الفريق، لكن المباراه بدات من هنا من القاهره زي ما انا قلت لك وتم الاعداد ليها بسرعه جدا وتم وضعك تحت ضغط. انت مع قله الخبرات والعناصر الموجوده عندك
لم تتحمل ولم يتم التعاطي مع الموضوع. ثانيا حالات الضغط النفسي اتعرض لها اللعيبه هناك بصوره اخرى اصابتهم اربكتهم، اصابه هشام محمد، اصابه الجميع بالرعب. كان يتوجب زي ما احنا قلنا، حصل نوع من الحاجات دي بتبقى غريبه علينا، احنا مش مستعدين لها بالظبط. الحركات دي المفهومه يعني بتتعمل، الشمال اساتذه فيها بيعرفوا ينفذوها كويس جدا، عندهم خبرات كبيره، عندهم خبرات كبيره جدا فيهم، ما اقدرش الوم عليهم، هم حققوا يعني مصلحتهم بالهدف اللي هم شافوه وساعدهم من الداخل، معروف يعني او بصوره باخرى للجميع ما حدث. لكن كان بامكان لعبة الاهلي ان هم يقلبوا الطاوله على الجميع، لكن هي دي كره القدم. خسر الاهلي 3-0، خسر فنيا داخل ارض الملعب، فريق ما كانش حاضر، واضح التاثر بشكل كبير جدا. المدير الفني انا ببدو انه ما امتلكش الادوات اللي يستطيع ان هو يغير بيها يعني احداث ومجريات المباراه، لكن يحتاج منك انك انت ما تدعش الامور تمر، محتاج وقف زي ما بقول لك وخط وتدرس ايه الاسباب. علاقتك مع الاتحاد الافريقي واللي حصل ما يمرش مر الكرام، محتاج منك وقفه وتشوف الاخطاء فين اللي وقعت. فرقه الكوره محتاجه تدعيم، محتاجه تدعيم، الظروف صعبه والظروف صعبه، والبناء يتم بصوره ليه هدف. انا بيتم بناء لفتره نهايه الموسم وعندي هدف بعد كده جاي ايه، ما يتمش مساله انك انت تقعد تجيب لعيبه، لا شوف مشاكلك فين وعالجها مؤقتا لغايه ما تجد ضالتك في اللي انت عايزه. واللي انت عايزه مش هيجي دلوقتي، جيل اللي فات وانتهى ده هياخد عليه ال 10 سنين عشان 15 سنه كمان عشان تلقى حد طالع. بصفه عامه مصر بتعاني حاليا من المواهب، من ندره واضحه وندوب معين المواهب فيها. وده نتيجه رغم كل الكلام الهيصه اللي بتتقال على انتشار الاكاديميات والمدارس، الا انه الحصيله والمحصله ضعيفه. ليه؟ لانه ما فيش هدف ليها. ما فيش هدف ليها، الكلام التركيز على اماكن معينه، لكن انت ما رحتش وما اديتش فرصه، ما سهلتش المساله لملاعب لانه اللي هيبقى نجم كوره ما يمتلكش انه يدفع فلوس عشان يوصل للكلام ده. النهارده بيتم تخريب اجيال كامله انك تقول لي تعال ادفع عشان تلعب. ما انا لو املك ان انا ادفع عشان العب يبقى انا مش محتاجها. بالظبط. لان الموهبه، اي لعيب موهبه انت تشوفه بعينك هتجيبه، ده تاخده ده تعالى وتداريه كده وتخبيه عن العين. دول بقى قليلين جدا. انت محتاج تطوير على مستوى مدرب، عاوز مدرب بعينه يعرف ازاي يبص ويجيب. محتاج اداره وصراعة قرارات، محتاج شغل وهدف. ان قطاع الناشئين مثلا في نادي بحجم الاهلي ليس المطلوب منه انه يحقق بطولات بقدر المطلوب منه انه يقدم لفريق بحجم الاهلي 3 إلى 4 لاعبين في السنه بالظبط، يكونوا دعم للفريق الاول. هو ده الهدف وهو ده النجاح لاي قطاع ناشئين في الدنيا. انك تقدم لاعب واثنين وثلاثه، لكن تكديس الدواليب بالكؤوس والحاصل والنتيجه، ما فيش البطولات اللي هي الاعلى والبطولات اللي هي الهدف الاسمى، تبقى مشكله وتاثر على فريق بحجم الاهلي. لانه المفروض كفى ابتعادا للاهلي عن دوري ابطال افريقيا، بطولته وانا وجهه نظري بطولته المفضله، بطولات يحتاج الاهلي فعلا الان يعود بقوه، ويعود بقوه من خلال يعني الدعم، من خلال مجلس اداره اللي هو سائل بشكل او باخر خطوات يعني الى حد ما جيده، لكن محتاجه برضه تدعيم في نص الملعب، محتاج تدعيم ايضا خطوات محتاجه استكمال طبعا بالظبط ان شاء الله. وده اللي هيحصل خلال المرحله الهامه المقبله بالنسبه للنادي الاهلي، واللي بيستعد من خلالها طبعا للمنافسه بشكل قوي على بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، واللي هيكون طبعا في فتره وجيزه جدا في بدايه من الشهر القادم او بدايه من شهر يناير حتى اخر شهر 5 أو 6 هتنتهي بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي استعداد على قدم وساق بالنسبه للنادي الاهلي. طب خلينا نروح نشوف تقرير سريع عن امنيات اعضاء النادي الاهلي لعام 2019 ونرجع مره ثانيه. أقول لجمهور النادي كل سنة وانتم طيبين، وإحنا طبعا سنة جديدة إن شاء الله تبقى مختلفة عن السنة اللي فاتت، وتبقى يعني مفرحة لجمهور النادي الأهلي. كل سنة هم طيبين
وبألف صحة وخير يا رب، والنادي الأهلي كده يفضل نمرة واحد في النوادي كلها بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، ورسالة لجمهور النادي الأهلي إنه كل سنة هو طيب، وإن شاء الله في يبقى يحقق كل أمنياته بإذن الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا سعيد إن أنا بنتمي للنادي الأهلي، وإن شاء الله سنة جديدة عليهم، وبنتمنى إن النادي الأهلي يكون في أحسن حال وفي أفضل حال السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، وسنة تكون جديدة وسعيدة علينا إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويقدم الخير للنادي الأهلي والمصر كلها جميعا ولأسرتي خصوصا. كل سنة وانت طيب وفي تقدم، ونشوف انتصارات كبيرة في جميع الألعاب، ويرب كده الخطيب إن شاء الله يعود لنا بالسلامة. أقول لجمهور النادي الأهلي كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كده بعود الأيام وتكون سنة سعيدة عليكم جميعا. أقول له انتم شرفتونا كتير جدا جدا، وبنحترمكم جدا جدا، والنادي الأهلي ده فوق الجميع فعلا. يعني أنا واحد من أعضاء الأهلي وجمهور الأهلي من زمان قوي، بقول لهم خليهم ورا فرقة النادي الأهلي، فرقة الكرة بالذات يعني، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن، وشكون 2019 عام البطولات الخمسة اللي الأهلي هيشترك فيهم بإذن الله. بنهني جمهور الأهلي بالسنة الحلوة الجديدة، كل سنة وانتم طيبين جميعا، وبنتمنى للنادي الأهلي دايما من تقدم إلى تقدم، وبحيي جمهور النادي الأهلي اللي بيحافظ على النادي الأهلي، وأطلب منهم في كل المباريات اللي بيحضروها انتبهوا للدخلاء. والله أتمنى للجمهور أن يسعد بنجاح أو بفوز النادي الأهلي بالبطولة السنة دي، أمنيتي أشوف طبعا النادي بتاعي أحسن نادي في القرن كله، مش عايزة هو ده، وولادي ربنا يكرمهم والناس كلها، ومصر تكون بخير إن شاء الله بإذن الله. والله أمنيتي شخصيا أن ربنا يديم علينا الستر والصحة، ان كل البلد كلها تبقى احلى بلد، والنادي الاهلي يبقى احسن نادي، وعايزاه يتقدم ما يرجعش لورا، ويبقى الدنيا حلوه وكل حاجه تتظبط في النادي الاهلي، الشعب كله ينسعد كده باخبار تسعده وتريح باله شويه، ان احنا نكون كويسين ونحب نادينا، وكل واحد فينا يقدم حاجة للنادي العظيم ده، لأن ده كيان والكيان عمره ما بيضيع. أمنيتي التوفيق من عند الله بإذن الله. كل اللي كان نفسه حاجة في 2018 ما تحققتش، يا رب تتحقق في 2019. كل اللي بيسعى لحاجة إن هي تكون achievement أكتر، نجاحات أكتر، بلان للنادي، بلان للفريق، للألعاب اللي موجودة في النادي on process لتحقيقها، يا رب تتحقق في 2019. ربنا يصلح حال الدنيا، والدنيا توسع كده ويبقى خير ان شاء الله. السلام، الهدوء في مصر، ويعني وزياده الرخاء شويه، والاستثمار، والدنيا تمشي كده. مامتي وبابايا يفضلوا معايا طول عمري. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في هذا الحوار الشيق وممتع مع أستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام. لكن في البداية خليني أقول لكم خبر كده عن اتحاد الكرة النهاردة، وقرار طلع كده، عقدت لجنتا المسابقات والحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا تنسيقيا اليوم، تم خلاله اتفاق على إرسال التعليمات التالية للأندية المشاركة في بطولة الدوري هذا الموسم. على فكرة احنا في نص الموسم تقريبا يعني. ماشي، أول قرار إنهاء عملية الإحماء والدخول لغرف خلع ملابس قبل الموعد المحدد لبداية المباراة بـ20 دقيقة، تمام؟ القرار الثاني التواجد أمام غرف خلع الملابس استعدادا لنزول أرضية الملعب قبل موعد بداية المباراة بـ7 دقائق لإجراء المراسم. القرار الثالث التأكيد على أن فترة الراحة بين شوطي المباراة لا تزيد عن 15 دقيقة، احنا عندنا هنا تقريبا بنقعد تلت ساعة تقريبا. يتم مضاعفة العقوبات في حالة عدم تنفيذ هذه التعليمات. استاذ محمود، القرارات دي كانت المفروض تتاخد قبل بدايه اي مسابقه، ولا بتتقال كده في نص الموسم عشان الناس تاخد بالها يعني؟ مع احترامنا الشديد طبعا لكل الناس. كل سنه وانت طيب بقى. كل سنه وانت طيب، هو ده اتحاد الكوره. هي المنظومه هتقعد كده، مش هتتغير طول عمرها. مسابقه حسب المزاج والهوى، حسب ما صحيت النهارده بدري اخد قرار ان انا ايه، حاجه مضايقاني وحد قال لي حاجه فاعملها. لا طبعا، عاوز اقول لك انه زي قرار ايه، مباراه الاهلي وبيراميدز بدون جمهور. طب ليه يا ريس؟ ايه السبب؟ ايه الحكمه يعني في الموضوع يعني؟ مش معنى. طب وليه دلوقتي؟ ده كمان في حاجه تانية، وممنوع الصحفيين يدخلوا.
الا عضو اعضاء النقابه وتجيب جواب واثبات انك انت عضو في النقابه. ايه ده يعني عاوز اقول لك ايه حاجات غريبه. بعد كده ما تكلمنيش بقى على تنظيم كاس امم بالظبط. طيب هنروح لحته تنظيم كاس الامم. خلينا في البدايه نتكلم عن صفقات النادي الاهلي. عايز ابتدي برمضان صبحي. النادي الاهلي ابرم بعض الصفقات، حوالي 4 صفقات حتى الان، ولسه في ان شاء الله صفقات اخرى. نبتدي برمضان صبحي، تقييم حضرتك لهذه الصفقه ومدى استفاده النادي الاهلي من رمضان صبحي خلال المرحله الهامه المقبله. اللي هيستفيد مش الاهلي، اللي هيستفيد رمضان صبحي. رمضان صبحي لازم هو اللي هيستفيد. ده انقاذ لي انقاذ لي قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه من وجهه نظري. يعني رمضان غايب من فتره وبتعرض، يعني ايه عايز اقول، طبعا احترافه في اصعب دوريات يعني العالم. اوروبا، الدوري الانجليزي. لما اجي اقارنه وهو في السن الصغير ده واقول هو بدا ازاي ومحمد صلاح بدا ازاي. محمد صلاح بدا البدايه الصحيحه، بدايه من تحت، بناء صح يعني. دوري سويسري، دوري مش مصنف في اوروبا يعتبر، يعني قعد 5 سنين او 6 على ما اعتقد، 5 سنين لا اقل قليلا، حوالي 4 سنين يعني. فعمل كام دوري معاهم، تعلم ازاي، خد الاجواء واكتسبها، عاش مرحله نضج فيها بالشكل الواضح، راح انجلترا فشل، لم يوفق مع مورينيو، رجع على اعتقد فرنتينا. راح فرنتينا الايطالي، استرد تنشق العبيد زي ما بيقولوا، نجح، كسر الدنيا في روما. صح خلاص. رمضان ظلم في قرار الاحتراف ده. بدايه مع ستوك سيتي صعبه جدا، انت جاي 20 سنه جاي مع كوره ما فيهاش عواطف، 19 سنه طبعا، 18 يعني لا سنة. يعني عاوزه شغل. فعودته بعد الظروف دي انقاذ لي. وعليه نفسه هو يبرهن لنفسه انه كل الكلام، وبقول له هتتعرض لحجم كبير جدا من الشائعات انك انت خلصت كوره، بطلت كوره، ما عادش ليك لازمه، لا يعني زي عارف عيني ايه، فين الصفقات؟ بتدفعوا بعد كده، جابوا الصفقات بتدفعوا كتير قوي على فكره على فكره اللي بيقولوا كده اللي بيقولوا فين الصفقات، وبيقولوا هدفهم نوقعوا الاهلي. هم عاملين بيقولوا احنا بنحب الاهلي، لا انتوا ما بتحبوش الاهلي. انت بتقول لا يستحق، انت ده مش دورك يا سيدي، مش دورك، انت دورك حاجه واحده، بتشجع الاهلي شجعه بالظبط، رايك على عيني وعلى راسي من وجهه نظري، لكن انت في ظروف، وللي معلش هرجعكم التاريخ شويه كده، الاهلي جه فتره قعد خسران الدوري 91 92 92 93 ودخل في 93 94 وتاكل حسام حسن وابراهيم حسن بره في سويسرا ومش عارف مين، قاعد الاهلي مش عاوز اقول ضغوط كبيره جدا لغايه ما رجعهم. كان الفرقه بتمر بمرحله انتقاليه وبيدوروا على نجوم، كان نفس المرحله دي في نضوب، كان وقتها فتره في اجيال بتيجي كده، جيل طيب. يطلع وجيل يتالق يا امير طيب. فانت دلوقتي جاي رجعت رمضان صبحي، يتم الحفاظ على رمضان صبحي ودعمه معنويا واسترداد الثقه فيه عشان يرجع ويكون، يا اما الهدف انه تعالى وخلاص وخلصنا، ولا لا اكيد محتاجه يعني عمليه طيب. عاوز اقول لك ايه محتاجه طيب. ايه محتاج صبر. رمضان نفسه لازم يؤمن بقدراته انه لا لسه هو لسه ما لعبش كوره بالظبط، لسه صغير. الاهلي رجعه عشان يحافظ عليه وعشان يرجعه تاني، عشان في كاس امم افريقيه جايه، عشان في بطوله افريقيا، عشان في دوري، فلازم يبذل جهد ويأكد ان هو ما زال هو رمضان صبحي. وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله من خلال رمضان صبحي في ال6 شهور حتى الان ليه مع النادي الاهلي اللي هيكونوا في القادم ان شاء الله، واكيد هيكون في استفاده فنيه كبيره جدا كمان للنادي الاهلي. زي ما هيستفيد رمضان صبحي هيستفيد النادي الاهلي استفاده فنيه كبيره جدا. هنروح نشوف التقرير ده مع رمضان صبحي وطموحاته مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، ونرجع نتكلم في الاستفاده الفنيه للنادي الاهلي مع استاذ محمود صبري من رمضان صبحي. نروح نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. طبعا المفاوضات اعتقد بدات من شهر 11، الناس قعدنا نتكلم، اتكلمنا في شهر 11، وبعد كده جه بقى من اول 12 او اول 10 ايام في 12 ابتدينا بقى نتكلم مع النادي هناك. اول واحد كلمني في النادي الاهلي كنت بتكلم انا وكابتن حسام غالي وكابتن فضل، طبعا هما بصراحه عملوا مجهود كبير يعني في الموضوع ده. وبعد كده جه بقى يعني
كل الناس بلا استثناء اتكلمت معاهم وهم اتكلموا معايا، فبشكرهم على ده طبعا. لا طبعا النادي الاهلي بيتي، ففي اي وقت اللي هو لما اول ما النادي الاهلي اتكلم يعني كلمني انا ما اتاخرتش، يعني ده بيتي، انا شايف ان انا ما عملتش حاجه زياده يعني. لا طبعا الناس ما كانتش موافقه، بس طبعا رغبتي هي اللي كانت الفيصل في الموضوع يعني، فرغبتي مع النادي الاهلي برضو واقف في حاجات، فالحمد لله الدنيا مشيت كويس. لا والله انا يعني طلعت اتكلمت ونقلت رغبتي، وكان في كذا حته تاني بس نقلت رغبتي اللي انا عايز ارجع النادي الاهلي تاني، و بس لكن بيبقى في عوامل تانية بقى، فيعني الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نعمل ده، واهم حاجه اللي انا هنا موجود دلوقتي. كان في كذا حته بس انا فضلت طبعا النادي الاهلي، ف كنت شايف ان النادي الاهلي طبعا لما يحتاجني انا مش هتاخر، وكنت شايف ان ده احسن حاجه بالنسبه لي. لا طبعا انا شايف ان التوقيت تمام، انا مش شايف المرحله دلوقتي صعبه، احنا عندنا دوري بطوله افريقيا لسه بدري قوي عليهم، فنركز، فانا مش شايف ان الدنيا صعبه خالص، ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، نقدر زي ما كنا على طول اي بطوله بنخشها بنحارب عليها عشان ناخدها، فده اللي احنا هنعمله الفتره اللي جايه. لا طبعا اهميه اولاد النادي الاهلي في الاوقات دي هي اللي بتبان مع الشخصيات اللي موجوده في النادي الاهلي طول عمرها، طبعا معروفه اللي انت ممكن لو انت في حته في كبوه او حاجه فالناس بتعرف تطلع ازاي منها، فده اللي هنشتغل عليه الفتره اللي جايه. لا يعني كافيه ليا انا ولا كافيه لمين؟ هو ممكن انا 6 شهور عشان بس النادي هناك والاهلي هنا اتفقوا على كده، بس احنا في ممكن سنه بموافقه الطرفين، فالموضوع لسه هيبقى ماشي ان شاء الله، بس خلينا الاول نركز في موضوع 6 شهور. لا طبعا احب اقول للجمهور اللي كان نفسه فتره اطول، هو ممكن في سنه بموافقه الطرفين، فان شاء الله بس نعدي ال6 شهور دي وبعد كده كل حاجه تبقى كويسه. لا انا جاهز، انا كنت هناك بتمرن بشكل مستمر، واخر ماتش لعبه من اسبوعين تقريبا، فلا انا جاهز، وبس طبعا رؤيه بقى الجهاز الفني هي اللي هتفصل الموضوع ده. كنت متابع؟ لا مفيش تغييرات، ما طبعا يعني في لعيبه بتعتزل وفي لعيبه بتمشي وفي لعيبه بتيجي، فهو ده يعني ده حال الدنيا يعني، في ناس بتروح وناس بتيجي فده طبيعي يعني. طبعا مجلس الجناح دلوقتي لو في ناس كتير قوي دي حاجه كويسه، وحاجه في مصلحه الفريق ومصلحه النادي الاهلي اللي يبقى فيه كذا حد، فشايف المنافسه تبقى منافسه شريفه زي ما كانت طول عمرها يعني كده، فاهم حاجه ان الناس كلها تتمرن كويس وتجتهد عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. لا طبعا جهاز فني النهارده الراجل اتكلم معانا بشكل كويس، ان شاء الله اللعيبه اللي جايه واللي موجوده في النادي مع الجهاز الجديد نقدر نعمل حاجه كويسه، واحنا يعني عارفين الهدف ايه وان شاء الله نوصل له في الاخر ان شاء الله ان شاء الله. بس انا بكلم اللي احنا ناخد بس المرحله دي الاول 6 شهور، وبعد كده كل حاجه هتمشي كويس ان شاء الله. لا طبعا منافسه صعبه، بس احنا اهم حاجه نركز احنا كلعيبه ونركز كجهاز فني، نتمرن كويس نعمل اللي علينا نبقى عارفين الهدف ايه، بس طبعا المنافسه مش سهله، بس ان شاء الله لعيبه الاهلي دايما بيبقوا قدها. لا خالص ما عنديش اي قلق خالص على النادي الاهلي، اكيد في الدوري بتفقد نقاط، فده امر طبيعي يعني، اهم حاجه اللي انت تكمله وتاخد كل ماتش اللي انت عايز 3 نقط بتوقف، فده الهدف يعني. لا ما فيش طبعا القرعه بتاعه توت افريقيا انا شايفها متوازنه يعني، ان شاء الله احنا بخبرات لعيبه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي نقدر نعمل حاجه ونصعد للدور اللي بعد كده. اكيد كل الناس دلوقتي نفسها ان احنا ناخد بطوله افريقيا واللعيبه ده هدفها، فاحنا ان شاء الله هنعمل اقصى ما عندنا عشان نرجع البطوله تاني. انا عارف طبعا البطوله بقى لها كتير ما دخلتش النادي الاهلي، بس ان شاء الله نحاول نرجعها تاني. لا ما فيش، انا شايف الاهلي في مستوى طبيعي يعني، انا شايف مش عشان ماتش ولا ماتشين الناس وقعت او بطوله او بطولتين فالناس بتتكلم، لا ايه المشكله لما يجي انت يبقى ماتش مثلا في حد مش كويس او حاجه، ما ده طبيعي يعني، اهم حاجه انت بتبص بعد كده بتقلب الصفحه وتبص بعد كده اللي انت عايز تبقى احسن وتاخد كل ماتش بماتش، بس دي حاجه كويسه طبعا اللي فيه خبرات في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي وفي ناس صغيره وفي ناس لسه جايه، فانا شايف الميكس ده هيبقى كويس قوي، الناس كلها هيبقى في ترابط، هيبقى زي ما قلت لك اهم حاجه نبقى احنا كمجموعه واحده نتمرن كويس ونعمل اللي علينا، فبالتالي الهدف اللي احنا شايفينه هنوصل له يعني. نتمنى ان شاء الله، نتمنى كل الصفقات اللي جت ويعني وانا اولهم ان شاء الله نعمل اضافه قويه للنادي الاهلي مع الناس اللي موجوده، طبعا الناس اللي موجوده كانت بتادي بشكل كويس، فان شاء الله مع بعض نقدر نعمل حاجه كويسه. انا شايف ان احنا عندنا عدد لعيبه كويس، اللعيبه كلها المستويات متقاربه، يعني شايف ان احنا انا عارف ان في ماتشات كتير الفتره دي، بس شايف عدد اللعيبه هيبقى كافي ان احنا البطولتين بتوع الدوري وافريقيا، حتى لو في زياده في الماتشات شويه، بس حاسس ان احنا ممكن نقدر يعني نقدر ان احنا نلعب عادي مفيش مشكله. اكيد طبعا انت الدور الاولاني لسه ما خلصش تقريبا، فانت لا لسه طبعا لسه بدري طبعا. لا انت عارف الدوري الانجليزي بتلعب في احسن دوري في العالم، فاستفدت حاجات كتير طبعا، ف اهم حاجه انا دلوقتي في النادي الاهلي بيتي، فاهم حاجه اركز معاه وربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. لا مفيش طبعا، انا بقى جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الواحد هيبذل اقصى جهد عنده،
ان شاء الله عايزين احنا في بطوله الدوري وبطوله افريقيا انتوا عارفين او ما عارفين طبعا احنا اي بطوله من ندخلها بنبقى عايزين ناخدها، فده اللي احنا هنركز عليه الفتره ديت، توعدهم اللي محدش هيبخل بحاجه خالص وانا اولهم ان شاء الله، يعني واسم النادي الاهلي دايما يفضل مرفوع فوق، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه الفتره اللي جايه. لا ما فيش والله، هو موضوع الاحتراف هو يعني جه زي اللي انا طبعا اي واحد كان بيبقى نفسه يحترف وكل حاجه، بس فجت لي الخطوه وجت لي في دوري قوي، بس فانا كنت حابب ان انا يعني اخوض التجربه، بس طبعا في الاول وفي الاخر النادي الاهلي بيتي، والنادي الاهلي انا اتربيت فيه بقالي 12 سنه، وفي نادي الاهلي انا عندي 7 سنين، فاكيد كل الكلام ده الناس عارفاه، بس هي تجربه وكان نفسي اروح واي حد كان نفسه يحترف، بس فانا ده اللي انا عملته، فكان هم يعني لو حد زعلان بقول لهم ما يزعلوش خلاص عشان انا اديني رجعت بيتي اهو، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. طبعا بشكل كبير طبعا، بس انا مش جاي النادي الاهلي اللي انا اخد خطوه عشان النادي الاهلي، لا خالص، انا جاي النادي الاهلي مركز معايا، انا يعني انا جاي مركز مش نفسي طبعا بعد كده فيما بعد اللي انا اطلع تاني واحترف ويبقى برضو واحد من النادي الاهلي يحترف بره تاني، بس كل اللي انا بركز فيه دلوقتي البطولات اللي احنا فيها، الواحد يبذل اقصى حاجه عنده عشان ناخدها، بس ده كل اللي بفكر فيه دلوقتي. طبعا كلمه للجمهور احب اقول لهم اللي هم يبقوا واقفين في ظهرنا زي ما هم دايما واقفين في ظهرنا، اللعيبه دي لما بتلعب عشان الجمهور يبقى مبسوط، وبناخد بطولات وبنلعب عشان خاطر الجمهور النادي الاهلي الكبير، دي حاجه يعني ما بقاش في صالفه، ان شاء الله الفتره الجايه يبقوا واقفين في ظهرنا زي ما هم واقفين في ظهرنا دايما، وتبقى خير علينا ان شاء الله، واي بطوله ندخل فيها زي ما الاهلي عودنا اللي احنا بناخدها ان شاء الله. طيب ده كان تقرير خاص برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي القديم الجديد، اللي إن شاء الله يكون ليه إضافة قوية جدا وبصمة مهمة في مشوار النادي الأهلي خلال المرحلة القصيرة المقبلة، سواء بطولة الدوري، بطولة كاس مصر، والأهم كمان بطولة دوري أبطال أفريقيا. أستاذ محمود صبري، إيه اللي ممكن يضيفه رمضان صبحي أو لاعب بحجم وقيمة رمضان صبحي ومهاراته وإمكانياته كمان البدنية، إيه اللي ممكن يضيفه للمستوى الفني بالنسبة للنادي الأهلي المرحلة الجاية؟ لا يضيف طبعا. من العناصر الاساسيه في رمضان صبحي ده اول هو وبامبو هم اللي خلصوا الدوري 2014 مباراه الزمالك تفتكر طبعا. يعني من العناصر كانوا يعني تم اكتشافه وتقديمه الكابتن فتحي مبروك بالظبط، وكانت مغامره ناس اتفاجئت، فلا يستطيع انه يقدم، يعني هو لو قال نفذ الكلام اللي هو قاله في التقرير المعروض ده اقول لك انه رمضان صبحي رجع، لكن هو طبعا رجع من تجربه مش سهله، فهيتعرض وهتتعرض لضغوط كبيره جدا في الفتره دي، هو محتاج مسانده من اللي حواليه ومن الجهاز ومن الجمهور، وهو لازم يؤمن بقدراته ان هو ما خسرش حاجه، يعني انه خد تجربه وما وفقش فيها وما حصلش، لسه صغير 21 سنه لسه يعني، فالفرصه قدامه انك انت ممكن ترجع تاني وترجع من باب اكبر من كده بالظبط، بس انت عايز ايه؟ فده محتاج انه يشتغل على نفسه ويرتب اولوياته ويركز كويس جدا ان هو يعمل حاجه، ويعمل حاجه دي محتاجه بقى تدريب كتير وشغل كتير، واعتقد ان المدير الفني مارتن لاسارتي كل المقدمات بتقول ان هو من المدربين ان هو بيكتشف ويعني بيقدمه حسب السيره الذاتيه اللي اتقالت، اتمنى ذلك، اتمنى يكون زي ما اتقال عنه ان هو يعني في وضع بيضع ايديه على المواهب وبيعرف يلمعها وبيقدمها بصوره هي الافضل. فرمضان من العناصر المهمه جدا للاهلي، من العناصر تدي دفعه قويه جدا في الاهلي، من العناصر بتشكل ضغوط نفسيه على اي فرقه اخرى مهما كان حجمها، لانه اللعيب يمتلك مهارات عاليه جدا. بس زي ما انا اقول وبكرر كلامي، محتاج مسانده، محتاج وقفه، محتاج انه يراجع الثقه في نفسه اكتر، هيكون لي دور كبير جدا في دفع الاهلي للامام ان شاء الله. بخلاف رمضان صبحي، النادي الاهلي نجح في التعاقد مع بعض اللاعبين، سواء جيرالدو طبعا اللاعب الانجولي من اصل برازيلي واحد اللاعبين يعتبر المميزين اكيد، وشفناه مع فريق اول اغسطس في بطوله دوري ابطال افريقيا سابقه، محمد محمود ومحمود وحيد. تقييمك لبقيه صفقات النادي الاهلي حتى الان بخلاف رمضان صبحي؟ ما نقدرش نقيم غير لما نشوفهم مع الفريق، يعني هم تعاقد الاهلي معاهم في حد ذاته تقييم على انه الاداره الفنيه في النادي الاهلي شافت ان هم يكونوا عناصر مفيده لفرقه الكوره في المستقبل في الايام الجايه. كل الرهانات بتقول على جيرالدو زي ما شفناه في دوري ابطال افريقيا، ومحمد محمود زي ما انا قلت لك في البدايه انه الناس شايفه فيه انه حسام غالي من جديد. انا امبارح كنت متواجد في النادي الاهلي اتفرجت على التمرين،
بصراحه استاذ محمود لعيب، يعني محمد محمود لعيب مميز جدا جدا في اول مباراه ليه مع النادي الاهلي. كلام كويس، اهم حاجه كل، بس عايز اقول لك على حاجه، كل الكلام ده اللي هيتشاف في شغل بيتم في ارض الملعب، في ضغط، في شد، في جري، في كل ده. لانه ايه، مش عاوزين نقول انه في لعيبه بتبقى في التمرين 10 10 وفي الملعب تدور عليها ما تلاقيهاش، مش عاوز اسمع الكلام ده. لكن هو الولد عنده قدرات ماشي. يعني ازاي بقى الشغل بقى في الملعب ده؟ شغل بقى مدير فني هيشوف مفيد للفرقه فين، ويحطه فين، ويجيبه فين، ويعمل ايه، ويحركه ازاي. الكلام ده، التعاقد مع باك ليفت محمود وحيد اتمنى يكون صفقه مفيده للفريق ان شاء الله. لانه بامانه شديده المقاصه اصبح شيء يعني من الانديه اللي هي المميله لانديه القمه بالزبط. يعني بتقدم لعيبه، لكن محتاجه وقفه فنيا من الناس اللي بتتابع، انه ولا عنصر من العناصر اللي قدمها المقاصه من وجهه نظر وانا يعني كمتابع دخل منتخب. يعني ما قدمش باستثناء حتى حسين الشحات، رغم كل الضجه المصارعه حواليه وتالقه مع ناديين، لم يثبت نفسه مع المنتخب الوطني حتى الان. يعني ممكن لسه هاخد فرصه مع خفير اجيري اهو، لسه هشوف فرصه. لكن محتاج انك انت محتاج كثير كثير من العمل، لانه في خلاص اختيارات مثلا منتخب تبقى تركيزها كله على المحترفين. طيب انت ما لاحظتش انه عدد المحترفين بتاعنا بيقل؟ بيقل فعلا بعد ما كان ابتدى يزيد. الساده في اتحاد الكوره واللجنه الفنيه والقائمين واخدين بالهم من الكلام ده؟ الانديه والفلوس اللي بتضخ دي والكلام ده في بطوله غالبيتها بدون جمهور ومكسبها الماديه قليله جدا، ما فيش يعني لو بطل مش هياخد يعني الانجاز اللي هنا. في امير محتاج هنا سيستم، انت هنا انت فاقد للسيستم، محتاج تغيير. فلما اجي اتكلم واقول على الصفقات اللي الاهلي شاف دول هم الافضل، هيقدمهم المدير الفني امتى ويشتغلوا امتى مع الفرقه، هو ده الشكل اللي. لانك انت كمان فرقه الاهلي في الفتره اللي فاتت دي تعاقدت مع حوالي من 7 إلى 8 عناصر من عناصر الشباب اللي هم مواليد 97 بالظبط، دي حقيقه 97 و98 في انديه مختلفه. طيب الجمهور هيشوفهم امتى؟ صح؟ هو ده السؤال. هو ده السؤال، وهيشوفهم ازاي؟ هو ده السؤال، وهيتقدموا ازاي؟ اعتقد انه لازم تروح رابط ما بين فرقه 20 سنه مع الفريق الاول، وتبقى 20 سنه تحت عين. وده اعتقد اللي بيحصل دلوقتي. الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني للفريق 20 سنه من النادي الاهلي، في تنسيق كامل ما بينه وما بين طبعا الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم من النادي، سواء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، مستر لاسارتي، كابتن محمد يوسف والجهاز الفني بشكل كامل. وده اكيد تنسيق لابد منه عشان النادي الاهلي يقدر يستفيد من قطاع الناشئين بشكل او باخر، وده شيء اكيد هام جدا. سريعا يا استاذ محمود، عايز اتكلم في نقطتين. النقطه الاولى مستر لاسارتي، هل تتوقع نجاح مستر لاسارتي؟ رؤيتك لشخصيته، اكيد تابعت المؤتمر الصحفي لتقديمه من خلال النادي الاهلي، ان شاء الله يكون اضافه بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله. ده السؤال الحائر في الشارع الاهلاوي طبعا، يعني ما في مكان تجلس فيه او يعني تذهب اليه الا السؤال. تتوقع مارتن لاسارتي يعمل ايه؟ هرد انا بسؤال بقى تمام، وهناخد اخر يعني هنقول المدرب اللي عمل بقى تاريخ مع الاهلي والاهلي صنع اسمه، مانويل جوزيه. هل احد كان يتوقع مانويل جوزيه يصل هذه المرحله؟ على فكره مانويل جوزيه لما تعاقد الاهلي لم يكن يملك سيره ذاتيه قويه فعلا، هي باستثناء كاس البرتغال والسوبر بس. خلاص هنا مع اختلاف العناصر انه تواجد لمانويل جيل ذهبي مش هتكرر تاني. فعلا كان اللعيبه مجموعه من اللاعبين رائعين بصراحه، اجواء مختلفه. هو الراجل امتلك كاريزما مهمه جدا، انه ازاي بيستطيع انه يطلع من اللاعب كل اللي هو عايزه، ازاي خلوهم حبوه، ازاي بيقدر يستفز اللعيبه عشان يديله امنوا بيه، امنوا فعلا فعلا وامنوا بقدرات ناديهم وجماهيرهم، فاللعيبه ادت ما افضل لديه. هنا بقى دور المدرب ودوره في الحفاظ على العمل الجماعي. مانويل جوزيه واقولها صراحه انتصر الفريق، انتصر الفريق الكل في واحد، او بمعنى صح الواحد في يعني كل النجوم دول ذابوا في حاجه واحده بس، هو اسمه الاهلي. مفيش يمكن بيتكلم على نفسه، الكلام كله على فرقه الاهلي وجمهور الاهلي، هو ده كان الهدف. منطق نجاح الاهلي وقوته على مدار تاريخه في الاداء الجماعي، مش في الاداء الفردي. يعني شوف كان يمتلك، شوف حجم العناصر
والمواهب الكبيرة جدا ما كنتش تستطيع انك انت تجد واحد يتكلم عن نفسه. تمام. هنا المهمة دي بتقع على عاتق مارتن لاسارتي، الرسالة واكيد وصلته. اكيد. اول مرة راجل اشتغل في افريقيا. اكيد. واشتغل مع فريق الحب. اكيد عارف ايه هو الاهلي ومين هو الاهلي. بالزبط. جمهور الاهلي قد ايه. فمش هنقدر نحكم عليه دلوقتي. ها؟ وعاوز اقول يا جماعة لا يمكن الحكم عليه كمان هو اتحط في وش المدفع في اول مواجهه صعبه. يعني كل واحد يحط مكانه مكانه، يعني مكان مارتن يقول له اتفضل قود فرقه انت لسه هتشوفها دلوقتي قدام ماتش صعب جدا. ماتش يعني قوي جدا في الدوري حوالين كمان بعد التعادل. فاعتقد لا، العمليه عاوزه هدوء، صبر على الراجل، محتاج هتبان هل هناك لمحه. لو تمت لمحه واحده، لو تمت لقطه واحده، لو جمله واحده بس ولا جملتين اتعملوا في الماتش اللي جاي، حاجات كتير جدا الراجل ده هيدخل بها قلوب الاهلاويه ان شاء الله. اكيد نتمنى كل التوفيق لمستر لاسارتي، للجهاز الفني المعاون ليه، للفريق الاول لكره القدم واللاعبين وكل المنظومه بشكل كامل، مجلس الاداره، اكيد كل التوفيق خلال المرحله الهامه جدا جدا المقبله بالنسبه للنادي الاهلي ومسيرته في مختلف البطولات، سواء بطوله الدوري، بطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان بطوله كاس مصر، وفي السوبر كمان المصري. استاذ محمود صبري طبعا رئيس القسم الرياضي بالاهرام، كل سنه وانت طيب في البدايه، وان شاء الله يكون عام سعيد عليك ونورتنا وشرفتنا. علينا.